اتطلقي يا مريم؟ اتجننتي؟ اللي حصل؟ وبعدين هو اللي عمل كده مش انا اللي طلبت. اتخانقنا بعد ما جينا امبارح، راح رامي عليا اليمين ونازل. اقولك الصراحة، حتى لو عندك حق بس انت حركتي يا مريم. الواحدة ما بتصدق تلاقي راجل محترم علي كده وحوطي على بيتك وجوزك، وبدل ما تفكري في هد البيت فكري ازاي تكبريه وتخلفي وبطلي تأجيل وما تعمليش حساب الرزق. اللي بيحسبها الرزق بيطفش منه. في اللي بيف وش الشيطان اللي بيوزك بحاجات مش موجودة غير في دماغك وبس. قسما بالله اي مشكلة تانية بينكم مش هتدخل. يلا ست محروسة سيبيهم بقى هما الاثنين يولعوا. ردها يا زفت. وانت يا مريم اما يردك البسي له حاجة حلوة كده وتدلعي الكلام. يلا ست محروسة. أنا آسف. أنا اللي آسفة. بقى بذمتك مش الوقفة دي أحلى مليون مرة من المطاعم بتاعت نظرية الشوكة والمعلقة بتوديها لنا؟ آه. أنا نفسي أفهم، هي الطبقة اللي أنت منها دي عايشة معانا في المحروسة؟ المحروسة دي اللي هي تبقى صاحبتك بتاعت القهوة؟ يا لهوي. اهو ده عيب الأغنياء ما يهزروا. سيء. بالعكس. حلو على فكرة، عجبني جدا. والله. خير يا سيد الناس. عايزني في إيه؟ صراحة كنت وحشاني وعايز أشوفك. بص يا سينا، أنا مستجدعاك. كملها معايا جدعانة بقى للآخر. أنا المفروض دلوقتي ست على ذمة راجل. أي نعم راجل زبالة، بس برضه الكلام ده ما يصحش. اللي بيحترم بيحترم نفسه، والمهزأ لأن على نفسه وعلى اللي منه. أنت كبرت الموضوع كده ليه؟ أنا آسف. ده خدينا في المحترم وفي المهزأ وفي اللي منه. خلاص يا ستي، لا كنت وحشاني ولا عايز أشوفك، تمام كده؟ حتى لو حاسس حاجة يعني. ما تعرفش قدام في إيه. والله انت اجدع واحد قابلته في حياتي. لا، تالت اجدع واحد قابلته في حياتي بعد سعيد ابو علب ونعم ابو علب. ماشي. ساره بعتلي قلب. ايوه بقى يا عم ياسين، يا مدوبهم يا بتاع افيهات الاغنيه. طالي بقى يا نعم. الله.